اولا بنبارك لاخونا ابو العبد هنيه على تنصبه رئيس مكتب السياسي لحركه حماس. ثانيا بنطالب الاخ ابو العبد انهم يشوفوا حل لهذه البلد وينهم الانقسام، لان الانقسام دمر اشياء كثيره في هذه في فلسطين او في غزه بالاحرى. يعني التماسك والتواصل الاجتماعي هو السبيل للخروج من هذه الأزمة الموجودة الآن في قطاع غزة. تعرف أن القضية المركزية والأساسية التي تمس حياة المواطن الفلسطيني هي قضية الانقسام. أمل الشعب بك أن تعيد النظر في كل الخارطة السياسية التي انتهجتموها خلال 10 سنوات الماضية. عليكم إعادة النظر في العلاقة الوطنية، لأن العلاقة الوطنية بالتأكيد هي التي ستصل بنا جميعا إلى بر الأمان. إذا استمر هذا الانقسام فبالتأكيد كلنا فاشلون وكلكم ستتحملون الفشل. شئتم أن أبيتم أنتم مسؤولون، وأنتم ترددون دوما الكلمة الشهيرة: كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. أنتم مسؤولون عنا، إن فشلنا فأنتم الفاشلون. أتمنى عليكم أن تتوحدوا لما فيه الخير لقضيتنا الوطنية. إلى الأخ أبو العبد هنية، كيف يمكن أن ينتهي الانقسام؟ ونريد إجابة واضحة لإنهاء هذا الانقسام المرير الذي أضر بالشعب الفلسطيني بالكامل، والمتضرر الوحيد من الانقسام هو قطاع غزة وليس غيرنا. أما أنتم فتنعمون كلاكما بالخير من جراء هذا الانقسام، فنريد إنهاء هذا الانقسام بأي شكل كان، ونريد إجابة واضحة كيف يمكن أن ينتهي الانقسام بطريقة علمية وعملية. بهنئ سيد الأستاذ الدكتور إسماعيل هنية بتوليه منصب عضو رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس. طبعا بحكي له سيدي وأستاذنا الفاضل و رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بحكي له احنا في غزة بحاجة دعمك، بحاجة مناصرتك لإلنا. احنا في غزة زهقنا حصار، زهقنا قطع كهرباء، الاحتلال كله تآمر علينا، والدول العربية كمان تآمرت علينا، والدول الأوروبية تآمرت علينا. فبدنا منك بجهودك العظيمة، بجهودك مع باقي الدول اللي الباقية الضئيلة اللي بتناصر الفلسطينية وبتناصرنا في غزة، بدنا منك إن تكون قلبا وقالبا معنا كفلسطينيين لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة. نبارك بالبداية إلى الأخ إسماعيل هنية أبو العبد بانتخابه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ونتمنى عليه في أول خطواته أن ينهي الانقسام الذي عايشناه أكثر من 10 سنوات، وحتى يتم على الأقل فك الحصار عن هذا الشعب المكلوم، هذا الشعب الذي لا يستاهل إلا كل خير بعد حروب، ثلاث حروب طاحنة مر بها القطاع. يجب على الكل إنهاء الانقسام، يجب على فتح وحماس إنهاء الانقسام. ومن مرة ثانية نبارك الأخ أبو العبد هنية ونتمنى عليه إنهاء الانقسام. رئيس المكتب السياسي الأخ أبو العبد هنية، في هذه الظروف الحانكة التي يمر بها قطاعنا الحبيب الذي لا يستحق منا هذه المعاناة، أن يتواصل مع جماهير الشعب الفلسطيني في غزة، مع جماهيره، مع أهله، بكونه هو من هذا القطاع وهو أكثر دراية على مشاكل قطاع غزة وشباب قطاع غزة الذين يجدون قوت يومهم من مآسي، من كهرباء، من ضيق، من حصار. فنحن في أمس الحاجة للوحدة.